أيام قليلة على مهاجمة إسرائيل لأصفهان الإيرانية. خرج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ليجدد التهديد الكلامي لإسرائيل ويحيي شعار زوال إسرائيل، مشترطا مهاجمتها للأراضي الإيرانية. مراقبون وصفوا هذه التصريحات بالدعائية، متسائلين عن موقع أصفهان الجغرافي. أوليست مدينة إيرانية وقد هاجمتها إسرائيل قبل أقل من أسبوع؟ جاء هذا عقب تصريحات لمحمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، قال فيها إن الوضع في المنطقة قد تغير، وذلك بعد الرد الإيراني والرد الإسرائيلي المضاد. ووصف باقري الهجمات الإيرانية على إسرائيل بأنها انتقامية وعقابية ضد المناطق الحساسة والقاعدة العسكرية لإسرائيل، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية تدرس وتدقق في الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي. قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران لا تحترم سيادة العراق، وواشنطن أوضحت لطهران وجماعتها أنها ستدافع عن مصالحها في المنطقة. نجد أنه من المثير للقلق بشكل خاص أن هذه المجموعة من الميليشيات اختارت استئناف هجماتها ضد الأفراد الأمريكيين بعد ساعات فقط من انتهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من زيارة ناجحة لواشنطن. لذا يبدو من الواضح أن إيران لا تحترم السيادة العراقية. لقد رأينا هذه الهجمات في الماضي، وأوضحنا لإيران وللجماعة الموالية لها أننا سندافع عن مصالحنا وسندافع عن أفرادنا، ولا يزال هذا هو الحال. مشاهدينا، نلفت إلى هذه الأخبار العاجلة التي ننقلها الآن، هذه المرة عن القناة 11 الإسرائيلية التي تقول إن عملية رفح قريبة جدا بحسب المعطيات، وأن الجيش بدأ التحضير لإخلاء 1,000,000 نازح. تأتي هذه المعطيات والمعلومات يعني في ظل كذلك حديث نفسه اليوم نقلته وول ستريت جورنال عن اقتراب عملية رفح بنفس الإطار، وعن دراسة إخلاء 1,000,000 مدني أو 1,200,000 بحسب المعطيات، وأسئلة تدور حول إلى أين سيتم إخلاؤهم وآلية إخلائهم. على كل هذا موضوع أكيد حاضر معنا دائما وموجود في سياق الأخبار ليلى وسياق كل النشرات، ولكن كذلك لمناقشة التطورات الإيرانية هذا المساء والتصريحات التي نقلناها قبل قليل، إلى جانب كذلك معطيات أخرى مرتبطة بهذا الملف. نستضيف لنحاورهم هذا المساء من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. مساء الخير لكما ضيفي الكريمين، أهلا بكما معنا في الأخبار ليلى. دكتور حسن، مع حضرتك نتابع يعني فعليا اليوم التصريحات الإيرانية. لافت جدا حديث مسؤولين إيرانيين عن انه يعني ان الرد سيكون قويا، وان هناك خطرا كبيرا على إسرائيل اذا ما قامت باستهداف إيران. وحتى يعني نكون دقيقين هنا، حتى الرئيس الإيراني بنفسه ومن باكستان التي حصل توتر معها بفترات سابقة يقول انه اذا هاجمت إيران أراضينا فستتغير الظروف. ألم تهاجم إسرائيل الأراضي الإيرانية؟ نعم، تحياتي لكم ولسيد صدغيان ومشاهدي البرنامج. يعني هذه الاستراتيجية المعروفة لدى النظام، عندما يكون هناك عدم مواجهة حقيقية بينه وبين إسرائيل ترتفع الشعارات الجوفاء المعروفة بأنهم يريدون زوال إسرائيل من الوجود. هذه كلها استراتيجية أهدافها هي الدول العربية والشعوب العربية
العربية. إذا حقيقة هناك نوايا لدى النظام الإيراني يتحرك باتجاه ما هو يتحرك باتجاه الشعوب العربية والأراضي العربية، وعندما لم نرى هناك أي حركة حقيقية تجاه إسرائيل، يعني المسرحية التي رأيناها ضد إسرائيل بالصواريخ المزعومة والعفس التي سمعناها والإنذار الواضح قبل 3 أو 4 أيام للإسرائيليين، وبعدين الرد الإسرائيلي كان قوي بالنسبة للهجوم الإيراني، ولكن إيران لم ترد على ذلك. على كل حال النظام الإيراني لا يريد يدخل في مواجهة حقيقية مع إسرائيل، هدفه هو الشعوب العربية والمناطق العربية، ومن خلال هذه المصارعة الشكلية بين النظام الإيراني وبين إسرائيل، الآن نتنياهو حصل على فرص جدا كبيرة. أولا الرأي الدولي تغير شيئا ما لصالح إسرائيل، الآن كما تفضلت يريد مهاجمة رفح، قبل المسرحية الإيرانية لا يستطيع يتحدث عن هذا الموضوع، وهناك كان انتقادات شديدة ومواجهة كبيرة من الدول الغربية. الآن هذه الفرص مسموحة لنتنياهو أن يتحرك حتى يقضي على قسم من القضية الفلسطينية في قطاع غزة. دكتور محمد، يعني منذ ما بعد الهجوم على أصفهان ودخول هذه المسيرات، إيران كانت تقول رسميا أنه إذا ما حصل هجوم آخر سوف نتصرف. اليوم يأتي نفس الكلام من الرئيس الإيراني وكأنه لم يحصل هجوم أصفهان. كيف يمكن الاستمرار باستخدام الخطاب الرسمي وكأنه ما حصل بأصفهان لم يحصل؟ تحية لك وللدكتور حسن وللمشاهدين. حقيقة لحد الآن لا توجد رواية رسمية صحيحة يمكن الاعتماد عليها بشأن الطائرات المسيرة الثلاث التي هاجمت مدينة إصفهان أو أرادت أن تهاجم مواقع في مدينة إصفهان أو ضواحي مدينة إصفهان. الخيارات الموجودة لحد الآن وهو أن هذه الطائرات ربما جاءت من داخل الأراضي الإيرانية، هذا احتمال موجود لحد الآن لم يتم تأكيده، لكن أكيد هناك 3 طائرات مسيرة تصدد إليها المضادات الأرضية في قاعدة إصفهان الجوية. لكن البعض الآخر طبعا قلل من أهمية هذه الطائرات وهذا الهجوم، وهل كان من خارج الأراضي الإيرانية أم من داخله. لكن بشكل عام يجب علينا أن نكون واقعيين في النظرة لما قامت به إيران في ليلة 13 أبريل، وهو عمل كبير جدا أن تنطلق طائرات مسيرة وصواريخ، أكثر من 150 طائرة مسيرة، أكثر من 100 صاروخ بمديات مختلفة من داخل الأراضي الإيرانية إلى داخل الكيان الإسرائيلي، وهذه سابقة. طيب بس في تاريخ السؤال... الصراع مع إسرائيل سابقة، ولكن ماذا ضربت هذه الصواريخ والمسيرات؟ استهدفت، وهذه نقلها تلفزيون البي بي سي الفارسي، كسرى ناجي مراسل، أنا رأيته بعيني، كسرى ناجي مراسل البي بي سي الفارسي نقلها من داخل القاعدة، وقال بأنه شاهد المخزن الوقود للصاروخ الذي ضرب القاعدة في النقب، وقال بأنه موجود في تلك القاعدة، ومعنى ذلك بأنه أصيبت القاعدة حقيقة. ربما أن الكيان الإسرائيلي أراد التعتيم على مثل هذه الأخبار، لكن إيران هي قالت بأنها في بنك الأهداف الإيرانية لم تكن لا منشآت صناعية ولا نووية ولا رياض أطفال ولا مدارس ولا أي شيء آخر. هي إيران أرادت أن تستهدف قاعدتين جويتين إسرائيليتين انطلقت منها الطائرات من أجل مهاجمة مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق. هذا هو كان الهدف الإيراني في عملية محدودة، هكذا وصفها الإيرانيون، في عملية لنسأل محدودة دكتور حسن ساعات وانتهى. نعم.
دكتور حسن، رأيتك تبتسم عندما تحدث دكتور محمد عن استهداف قاعدة بإسرائيل. هنا نشير أيضا إلى أنه طفلة عمرها يعني أقل من 9 سنوات هي التي أصيبت بهذا القصف، ولكن فعليا يعني نسألك دكتور حسن، المعطيات هل فعلا أشارت بكل الأعلام إلى استهداف قواعد إسرائيلية؟ يعني لو كان كسرى ناجي مراسل البي بي سي كان هنا لكذب السيد محمد صدقيان. كسرى ناجي لم يقول هذا الكلام ولم يزور أي موقع في داخل إسرائيل. هو قال أن هناك بعض الأشخاص نقلوا له. أنا رأيته في القاعدة يا حسن. لا كلامك غير صحيح، وبي بي سي موجود وكل تقاريرها موجودة ونقل من رقم. إذا تعطيني رقم واتساب أدز لك الفيلم. لا، كل العالم لم تتحدث عن هذا الموضوع إلا أنتم والبي بي سي الفارسي. هذا يعني حقيقة لو هناك كانت ضربة حقيقية وواقعية لإسرائيل لكل العالم تحدث عنها ونقلها وتبينت الأمور للجميع، ولكن النظام الإيراني لم يستطيع ضرب إسرائيل بأي شيء، وكانت مسرحية بكل معنى الكلمة. بلغوا إسرائيل قبل الحملة ب3 أو 4 أيام، بعدين بلغوا كل دول الجوار، بلغوا الولايات المتحدة، وإسرائيل كانت مستعدة وكانت فرحانة جدا من هذا الهجوم بهذا الشكل، حتى تستغله على الساحة الدولية، تستغله من أجل تطمير القضية الفلسطينية. لديها مبادلات مع روسيا مع أطراف أخرى، استغلتها بكل حذافيرها واستغلتها بكل معنى الكلمة للاستفادة من هذه القضية، والآن الاستفادة من هذه القضية مستمرة. أنا أعتقد في موضوع ضرب إصفهان أيضا السيد صدقيان لم يقول الحقيقة. أولا هناك لم تكن مسيرات أو طائرات، بل إسرائيل ضربت القاعدة الإيرانية في إصفهان من خلال صاروخ جديد ومن خلال طائرات F-35، وهذا كان حديثا جدا. وأيضا هناك صور أقمار صناعية صورت ما حدث في قاعدة إصفهان، ولا يمكن للنظام الإيراني أن يستطيع يغطي على هذه الحقائق. ولكن من أجل عدم الرد على إسرائيل ومن مصلحة النظام الإيراني يأتي بهذه الأكاذيب ويكذب ويروي الأكذوبة بأنه بنفس الموضوع دكتور محمد، أكيد إذا حضرتك حابب ترد تفضل بالرد، ولكن بنفس الوقت عندما يتحدث رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية ويقول أنه الوضع في المنطقة تغير بعد الرد والرد على الرد، ما المقصود هنا بالتغير؟ بالتأكيد يعني إيران أرادت من ذلك أولا استهداف الداخل الإسرائيلي من الداخل الإيراني، هذه نقطة في غاية الأهمية. النقطة الثانية، الآن هناك تغيير في قواعد الاشتباك مع إسرائيل، وهناك قاعدة رجع جديدة. الإسرائيليون يعني منذ أكثر من قبل 7 أكتوبر كانوا يهاجمون مواقع إيرانية، مصالح إيرانية. الآن الأمور تغيرت كثيرا، وبالتالي يعني أعتقد بأن ما قبل 13 أبريل يختلف عما بعد 13 أبريل. هذه هي سابقة كانت يعني أولا إظهار هذه القوة. إيران أرادت من ذلك يعني 130 طائرة مسيرة، أكثر من 180 طائرة مسيرة، أكثر من 100 صاروخ بمديات مختلفة كما قلت. هذه إظهار هو في حقيقة الأمر، بالإضافة إلى أنها هي خطة إيرانية من أجل مشاغلة المضادات الجوية الضخمة التي تمتلكها إسرائيل، لكن في ذاك الوقت أيضا هي كانت رسالة، سواء كان للوضع الإقليمي، لإسرائيل، للدول الغربية، وبالتالي إيران حققت ما تريده من ذلك. لكن هذا لا يمنع من أن تكون على جهوزية عالية، وهذا ما أشار إليه رئيس أركان هيئة الأركان في الجيش الإيراني محمد باقري، وقال بأن إيران على جهوزية لمواجهة أي تهديدات محتملة. وبالتالي إيران بالأصل هي تعتقد بأنها دولة مؤددة
من قبل إسرائيل، من قبل الولايات المتحدة، ونحن رأينا بأن هناك الكثير من التصريحات الإسرائيلية خصوصا بعد 7 أكتوبر، حتى هددت إيران باستخدام السلاح النووي إسرائيل، وإسرائيل هددت أيضا باستخدام السلاح النووي بحق غزة. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك ظروف جديدة، قواعد جديدة لهذا الصراع، لكن الإيرانيون باقون على ويؤكدون على جهوزيتهم في مواجهة أي اعتداء محتمل. هذا الحوار مستمر، ولكن اسمحوا لي ضيفي الكريمين أن أذهب إلى تطورات أخرى نريد أن نناقشها معكما، ومن ثم نعود إلى الحوار. حيث عبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من القيود على بلاده التي وصفها بغير القانونية، موضحا أن إيران من حقها أن تدافع عن نفسها في مواجهة هجوم إسرائيل. هذا وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الأسبوع الماضي على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنته بالصواريخ البالستية والمسيرات على إسرائيل. عودة إلى ضيفي من واشنطن، باحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. دكتور محمد، مع حضرتك أبدأ في هذا الجزء. يعني اليوم في إجراءات أوروبية جديدة، عقوبات جديدة وتوسيع للعقوبات، وزير الخارجية يأسف لهذه الإجراءات، ولكن ما الذي كانت تتوقعه إيران في ظل يعني كل التطورات التي حصلت، وفي ظل ما هي تقول أنه كانت هجمة على إسرائيل وهجمة كبيرة؟ يعني إيران كانت تتوقع منذ البداية أن يكون هناك إدانة، أن تكون هناك إدانة من قبل مجلس الأمن الدولي الذي اجتمع في 2 أبريل، يعني بعد 24 ساعة من استهداف مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية بدمشق. كان هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وكان الإيرانيون كانوا يتوقعون أن تتم إدانة إسرائيل لأنها اخترقت مواثيق دولية وهاجمت مبنى دبلوماسي وبعثة دبلوماسية، وهذا ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. لكن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كفرنسا وبريطانيا لم يقدم على استصدار أو لم يساعد في استصدار هكذا قرار، ولذلك إيران تبنت الموضوع وردت بالهجوم على بعملية الوعد الصادق على إسرائيل بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. الآن الإيرانيون يعتقدون بأن فرض عقوبات على خلفية مهاجمة إيران واستخدام إيران لحقها الدولي في مهاجمة القواعد العسكرية التي استهدفت المبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية بدمشق، يعتبرون بأن هذا شيء غير طبيعي، ولذلك هم انتقدوا بريطانيا على مثل هذه، أو انتقدوا الاتحاد الأوروبي بشكل عام على مثل هذا القرار. لكن أعتقد أنا شخصيا بأن مثل هذه العقوبات ربما لا تخدم الهدف الذي يعني أغرته الدول الأوروبية، لأن إيران في ظل العقوبات التي فرضت على إيران منذ العام 1980 لحد الآن، إيران الآن تعيش في ظل سلة عقوبات. في ظل هذه العقوبات هي أنشأت البرنامج النووي الإيراني، أنشأت المنظومة الصاروخية، المسيرات، وبالتالي كل الذي حدث في إيران من منجزات يعتقدها النظام منجزات عسكرية نووية بأي مجال آخر هي تمت في ظل عقوبات مفروضة عليه. طيب أنا أعتقد بأن خيار العقوبات لن يكون فاعلاً بالشكل الذي يؤدي إلى إيقاف إيران التقدم في هذه المجالات التي لا يرتضيها الغرب أو الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة. بالتالي أنا أعتقد بأنه يجب إعادة النظر في هذه العقوبات لأنها لم تعد فاعلة، ربما هي تؤذي الرجل الشارع الإيراني العادي، لكن بالتأكيد لن تؤذي النظام ولا تؤذي الإنجازات التي حققها في كل هذه المجالات التي تقلق الدول الغربية. دكتور حسن، فعليا ضيفنا من طهران يقول أنه هذه العقوبات لم تؤذي أحد فعليا من ناحية النظام، أذت الناس ولكنها لم تؤذي النظام، وبالتالي يعني يتم تقليل من أهمية أي عقوبات اليوم فرضت على النظام الإيراني. حضرتك كيف تقرأ فعليا حديث الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار؟
أولا هذا الكلام أن تؤذي الناس ولم تؤذي النظام هذا اعتراف واضح بأن النظام غير مسؤول عن الشعب الإيراني. ولكن فيما يرجع إلى العقوبات، يعني الولايات المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي أرادوا أن ينبهوا النظام أن أي عملية ضد إسرائيل وراها هناك إجراءات، وهذه الإجراءات ترجع إلى عقوبات جدا مهمة ويعرفها النظام، خاصة العقوبات التي جاءت في الولايات المتحدة وتخص الموضوع القطاع النفطي، لأن النظام يعرف جيدا ما معنى القطاع النفطي، وهناك لديه أكثر من مليوني برميل يوميا يبيعها للأسواق وخاصة للصين. ولكن أنا أعتقد أن هذه العقوبات هي تلويح بتغريم إيران وليس تنفيذ هذه العقوبات. يعني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يلوح بأن إذا قمتم بالتصعيد ضد إسرائيل، وطبعا إسرائيل هو خط أحمر، نحن نقوم بهذه الإجراءات المهمة. طبعا هناك قانون مهسة كان مطروح منذ عام ولكن لم يتخذ الطريق إلى النور، أيضا قانون الملاحة البحرية ليخص الشركات البحرية الصينية التي تلتقي بالموارد النفطية الإيرانية، أيضا كان روح ولكن لم يتم تنفيذه. والآن هناك تلويح، يعني أنا لا أعتقد أن هذا القانون الآن عندما دخل في مجلس النواب وثم ينتقل إلى مجلس الشيوخ السيد بايدن سيوقع عليه، ولكن يبقى في مرحلة التلويح للنظام الإيراني، إذا قمتم بأي عملية ضد إسرائيل نحن سننفذ هذا القانون. والنظام الإيراني يعرف هذه التلويحات وهذه الإشارات. المسألة الثانية باعتقادي أن النظام الإيراني الآن يستفيد من المواجهة مع إسرائيل ومن خلال هذه العقوبات المطروحة بهذا الشكل، موضوع التصعيد في القضية النووية والاقترابه إلى القنبلة النووية، أنا أوضح هذا الموضوع بعدين. بالفعل لنا لقاءات أخرى. ضيفنا من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان، شكرا جزيلا لك. وضيفنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان، أيضا شكر لحضرتك.